السلام عليكم. اليوم رح ناخذ المحاضرة رقم 19 عن فيلم نحل فيها أسئلة الامتحان ونشرح على أساس إذا كان عندك إشي مش فاهمه أو تضارب كونفليكت معين تتأكد إنه معلوماتك صحيحة. نشوف عنا السؤال الأول and identify the term that is used to ensure surgical instruments are free from microorganisms. ماشي الحال، يعني قاتل كل أنواع المايكرو أورجانيزم سواء فيجيتيتيف أو نون فيجيتيتيف، وهذا هو فعليا تعريف الاستيريلايزيشن. تمام، هلا ممكن أنت تعرفها من التعريف free of micro organisms، أو ممكن تعرف إنه السيرجيكال انسترومنتس اللي إحنا بنستخدمهم أوكي هم نون ليفينج أوبجكت، تمام، بس ما بيصير يكون في عليهم سبورز يشتغلوا ويكون عليهم سبورز، لازم يكون كومبليت إراديكيشن سواء المايكرو أورجانيزمز القادرين على التكاثر أو السبورز تبعتهم، فهذا هو بيكون استيرلايزيشن. تمام، مش ديسنفكشن. طبعا أكيد مش كلين ولا ديليفرت، هو الخلاف بين ديسنفكتانت واستيرلايزيشن. أوكي هم نون ليفينج تيشو، لكن إحنا ما بدي حتى سبورز يكونوا موجودين. طيب all of the following هلا السؤال الثاني all of the following are true regarding penicillins except. هلا قلنا الخيار الاول most penicillins only cross the blood brain barrier when the meninges are inflamed. ماشي، لما بيكون السحاي او لما بيكون في عنا التهاب سحايا بيكون في inflammation، فبتتوسع الفراغات اللي ما بين خلايا blood brain barrier، فبالتالي بيصير في مجال انه الانتيبيوتكس يمرقوا. ماشي الحال، خاصة حتى لو ما بيكونوش بالأوقات العادية بيمرقوا. أوكي، هلأ بجوز أنت ما تكونش عارف هاي المعلومة، it's okay، مشي على اللي بعدي. Penicillins require dosage adjustment in renal failure. الأصل تكون عارف إنهم كونهم يطرحوا عن طريق الكلى، فإذا عنده مشاكل في الكلى لازم يصير renal adjustment. برضو بجوز ما تكونش متأكد من الموضوع. C are found in creams to treat skin infection. ماشي الحال، هلا احنا قلنا انه البنسلينز ما بيصير ينعملوا على شكل كريمز. ليش؟ لانه الستاف اللي بتكون موجوده على الجلد في عاده عندها بنسلينيز انزيم وبتخرب ايش البنسلينات، فبالتالي هاي المعلومه سي لازم انت تكون متاكد منها، حتى لو اي وبي انت مش متاكد منهم. اوكي، فسي مبينه انها ايش غلط. نكمل، بيبراسيلين از بنسلين اكتيف اجينست سودوموناس. برضه المفروض تكون عارف هاي المعلومه، بجوز ما تكونش متاكد. بنسلينز انهبيت كروس لينكج اوف بيبتيدوجلايكان ان ذا سيل وول، وهاي هي الميكانيزم اوف اكشن تبعتهم، فاذا كلياتهم صح باستثناء سي، هي لازم تكون متاكد منها انه غلط. ما في كريم انتيبيوتيك بيحتوي على البنسلينات، البنسلينات يا بتكون على شكل انجكشن يا بتكون على شكل اورال. ماشي، بس ما بتكون على شكل توبيكال. التوبيكال في اشياء تانية يستخدموا توبيكال، سلفا دراجز ممكن تستخدمهم توبيكال، الامينو جلايكوسايدز ممكن تستخدمهم توبيكال، بس بنسلينز ما بصير. طيب السؤال الثالث لايبوبوليساكرايد ان سيل وولز از كاركترستيك اوف. هذه من المحاضره الثانيه اللي اخذناها زياده عن البكتيريا، وقلنا هاي مش موجوده في الكتاب، انتوا لازم تدرسوها. ورجيناكم في البدايه الاستراكشر تبع الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا، مين فيه اللايبوبوليساكرايد اللي هو الجرام نيجاتيف بكتيريا، فانجاي والجي ما جبناش سيره الاستراكشر تبعهم. طيب نيجي للسؤال الرابع which toxic effect of aminoglycoside antibiotic is most irreversible in nature. يعني هو السايد افكت هذا ما بيتعدل، ما في منه رجعة. اوكي، vestibular damage، hearing loss، neuromuscular blockade، kidney stone damage. طبعا هو الhearing loss اللي بيصير قلنا هذا irreversible، يعني حتى الكيدني النفرايتس اللي بيصير او النفروباثي اللي بيصير او النفروتوكسيسيتي
ممكن يتعدل اذا انت وقفتي الامينو جلايكوسايد، خاصه اذا ما كانش عامل دمج لنيفرونز كتير. اوكي، فالنيفروتوكسيسيتي تبعته ممكن نعتبرها ريفيرسبل، لكن الهيرنج لوس ريفيرسبل. وانا عشان ما تتخربشش بين الهيرنج لوس والنيفروتوكسيسيتي حطيت لك تحت كيدني ستون دمج، اي شيء ما لوش دخل في الموضوع. طيب السؤال الخامس بيقول which of the following is gram negative bacteria، برضو هاي من المحاضرة اللي احنا اخذناها اضافية في تاني المحاضرات اللي كانت في التعليم عن بعد، على اساس انه ما بصير تاخد تحكي عن الانتيبيوتكس وانت مش عارف الستركتشر تبع البكتيريا. كان بيسألنا which of the following is gram negative bacteria، طبعا كلياتهم gram positive باستثناء الشيجيلا ديزنتري، هذه بتكون gram negative bacteria. اوكي طيب which of the following disinfectant act by disturbing أو solubilizing الميكروبيال ميمبرين. هلأ هو disturbing يعني إنه بيخرب الميمبرين، عندكم بالكتاب حاطط الكلمة تحديدا solubilizing، فمشان هيك أنا حاطط لكم هذه أو هذه. طبعا المفروض أنت تكون عارف كل واحد من الديسنفكتنت كيف بيشتغل، الهيفي ميتالز sterilizing agent، الكاتيونيك ديترجنت، الالديهايدز والهالوجينات. طبعا اللي بيقدر يعمل solubilizing اللي هم الديترجنتس المنظفات، طبعا منظفات في عنا كاتيونيك في انايونيك في شو اسمه نون ايونيك، احنا اخترنا الكاتيونيك ديترجنت. هلا لو بدنا نصعبها شويه كان انا بحكي لك اسم واحد من الكاتيونيك ديترجنت، ما بقول لك اسم الجروب تبعهم كاتيونيك ديترجنت. طيب نيجي للسؤال السابع which of the following can sterilize. هلا انت اللي مذكورين عندك بالكتاب كلياتهم ديسنفكتنت، تمام، فانت المفروض تستعرضهم تشوف مين اللي مش موجود عندك بالكتاب بيكون هو الاستريلايزنج ايجنت، او من معلومات قديمة لازم تكون عارف انه الاثيلين اوكسايد هو يستخدم كشكل غاز وهو استريلايزنج ايجنت. كنت بتعرف المعروف من خير وبركة، ما كنت بتعرفها بدك انت تعرف انه انت اللي بتاخدهم كلياتهم في الكتاب او اللي استعرضناهم في الكتاب اللي هم disinfecting agents مش sterilizing agent. طيب فبيبقى عندنا الاثيلين اوكسايد هو sterilizing agent اللي مذكورين عنا في الكتاب سيلفر نيتريت وكحول وكلورين، هدول ايش مالهم disinfectants. طيب السؤال الثامن presence of fatty food in GI tract will increase drug absorption. طبعا هذا الاشي خاص بايش degrees of volvin اللي هو كل ما كان الوجبة دهنية بيساعد على امتصاصه. التتراسايكلين أساسا وجود الأكل إذا كان فيه حليب أو مشتقاته رح يخرب على الامتصاص، الأموكسيسيلينز ما بيتأثروش. تسعة السؤال التاسع نيستاتين belong to which class of antifungal drugs. هلأ إحنا أخذنا إلهم تقسيمة للأنتيفانجلز إيميدازول وترايازولز، وفي إن اللي ما كانوا ضمن التقسيم هاي كانوا شارحين عنهم كيف الستركتشر تبعهم، فهو النيستاتين من البوليين أنتي فانجل، مشروح عنه أول كلمتين أو أول سطرين بالنيستاتين حاكين لك إنه هو بوليين أنتي فانجل. طيب سؤال العاشر all of the following are recognized adverse effect of isoniazid except، يعني كلياتهم من الأعراض الجانبية للايزونيازيد باستثناء واحدة منهم. في عنا الهيباتايتس مزبوط من السايد افكت للايزونيازيد، البريفرال النيوروباثي برضو من السايد افكت للايزونيازيد، الالرجي برضو، لكن ريد اورانج يورين كولر هذا من السايد افكتس تبعت الريفامبيسين مش تبعت الايزونيازيد. نيجي لسؤال رقم 11 كلورامفينيكول شو ماله؟ واحدة من اللي موجودين رح تكون صح. doesn't penetrate blood brain barrier، لا غلط لانه هو بيقدر يعبر blood brain barrier. must be administered parenterally، احنا قلنا الكلورامفينيكول ما بنفضل نعطيه parenterally، الكلورامفينيكول احنا بنعطي الكلورامفينيكول توبيكالي ما بنعطي سيستميكلي. ليه؟ لانه مشاكل التوكسيسيتي تبعته كبيره وفي شغلات افضل منه. طيب نشوف سي شو بيقول. can be safely used in premature infant، للانفنت اطلاقا ما بينعطى لانه بيعمل شيء اسمه جري بيبي سيندروم، يعني بيكسر خلايا الدم عندهم. طب نشوف دي can cause depression
of bone marrow function. مزبوط، هاي مزبوط، بيعمل bone marrow depression. طيب can cause discoloration of developing teeth when given in children. هذا مش الكلورامفينيكول اللي بيعمل هيك، التتراسايكلينز اللي بيعملوا discoloration of teeth. طيب نيجي للسؤال 12، شو بيحكي؟ بيسأل عن السيبروفلوكساسين، شو الصح من هدول؟ is a defluorinated analog of nalidixic acid. اساسا هم المجموعه السيبروفلوكسين مش من مجموعه اسمها فلوروكوينولونز، فهو بده يكون فيه فلور، فكيف هو بقول لك defluorinated ما عليها فلور؟ لا هو عليه فلور. طيب it is bacteriostatic. لا هو bactericidal مش bacteriostatic. has no gram positive cover. لا هو broad spectrum، شغال على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف واموره تمام الدواء. دي هلأ بالنسبة للسيبروفلوكساسين بقولنا سي has no gram positive cover. لا هم الفلوروكوينولونز قلنا شغالين على gram positive gram negative، أو حتى لو حط لك الخيار هذا narrow spectrum غلط، هو broad spectrum. دي inhibit cell wall synthesis، هم ما بيشتغلوا على cell wall، بنسلينات و السيفالوسبورينات اللي بيشتغلوا على السيل وول، السيبروفلوكساسين بيشتغلوا على الدي ان اي تبع البكتيريا. طيب الرقم اي بيقول لك may cause arthropathy او تندونايتس. هلا انتوا عندكم في الكتاب حاطينكم تندونايتس، فمشان هيك انا تعمدت انه لو حتى انت ما بتعرف شو هو الارثروباثي بتعرف تندونايتس، اوكي؟ فبيكون الخيار عنا اي. طيب نيجي السؤال رقم 13، all of the following inhibit nucleic acid synthesis باستثناء. حطت لنا اربع ادويه، طبعا النورفلوكساسين من الفلوروكوينولونز، هذول بيشتغلوا على الدي ان اي، الترايميثوبريم اللي هو من مع كان مركبات السلفا بيشتغلوا كانوا كانتي ميتابولايت، الريفامبيسين كان عندنا من ادويه التي بي، فالريفامبيسين بيخرب البوليميريزز الار ان اي بوليميريز وبيخرب الدي ان اي بوليميريز، اوكي؟ فاذا برضه بيشتغل على الدي ان اي، لكن الكو اموكسيكلاف اللي هو عباره عن اموكسيسيلين زائد كلافيولينيك اسيد، هذا ما بيشتغل على الدي ان اي، بيشتغل على السيل وول تبع البكتيريا، فهو يعني زي ما نقول اسم الدواء مخبى بالكو اموكسيكلاف، ما حط لك اموكسيسيلين خبى بكو اموكسيكلاف، لازم تكون عارف انه هو عباره عن اموكسيسيلين زائد كلافيولينيك اسيد. طيب نيجي لسؤال 14، سؤال مباشر، قلنا الفيسيديك أسيد is broad spectrum ولا narrow spectrum ولا both ولا can't tell. طبعا واضح من السؤال انه هو بده اياك يا broad spectrum يا narrow spectrum، مش معقول يكون both، اوكي؟ فهو narrow spectrum antibiotic واحنا بنستخدمه للجرام بوزيتيف بكتيريا ككريمات للجلد. طيب نيجي نشوف سؤال 15، which of the following is not an imidazole antifungal. في عنا الإيكونازول هو من الإيميدازول، كلوتريميزول من الإيميدازول، المايكونازول من الإيميدازول، الكيتوكونازول من الإيميدازول، بيطلع لنا التيركونازول هو من ترايازول. ممكن يجيب لك السؤال هيك، ممكن يجيب لك إياه أسماء تجارية، ماشي الحال، فأنت لازم تكون عارف الاسم التجاري والعلمي لكل واحد فيهم، فبيكون زي كأنه ركب سؤالين ببعض. طيب سؤال 16 بيحكي الأمينوغلايكوسايد أنتيبيوتيك should not be، هدولي لازم بعدها نطوا بي عن بعض، should not be used concurrently with the following drug. ما بيصير يستخدموا الأمينوغلايكوسايد مع أنو من هدولي الدوايين. هلأ concurrently يعني مع بعض بنفس الوقت أو بنفس الانجكشن، إحنا قلنا ما بصير تستخدم الأمينوغلايكوسايد مع البنسلينات، لأنه واحد جرام بوزيتيف واحد جرام نيجاتيف، فإيش بيرسبوا بعض و بيخربوا بعض، فبالتالي ما بيصير يستخدموا الأمينوغلايكوسايدز مع البنسلينات في نفس الإبرة أو concurrently. طيب نشوف 17، which of the following is a second generation cephalosporin. لازم نكون إحنا حافظين قلنا cephalosporinات كل واحد والجنريشن
تبعه. طبعا لقينا واحد سهل كتير من السكند جينيريشن عشان ما تتغلبوش فيه، اللي هو السيفاكلور سكند جينيريشن. تمام. في عنا السؤال 18. هلأ في طلاب بيتضايقوا شوي لما بيشوفوا السؤال كبير، مش مشكلة، قلنا الكيسز هدولي هو بده يحكي لك قصة المريض، فأنت بدك تتفهم الموضوع وتمشي معاه حبة حبة، لأنه مرات بيكون بيعطيك معلومة مشان تقدر تحل فيها السؤال، ومرات بيكون معطيك معلومة بتأثر على نتيجة اختيارك. فهلأ نشوف السؤال رقم 18. الكيس: The 23 years old woman presents to her doctor complaining of one day of increased urinary frequency. ماشي، انه هي عمالها بتروح الحمام كتير. ديسيوريا، في عنا صعوبة في التبول. And sensation of incomplete voiding، لما بتروح الحمام ما بيطلع كل البول. She is otherwise healthy، يبقى هي عند المشكلة في اليورينري سيستم. She is otherwise healthy، ما عندها مشاكل تانية. To take no medications، ما بتاخد أدوية تانية. What is the most common infecting pathogen responsible for her UTI؟ إيش هو الميكروب اللي مسبب لل UTI؟ يعني أول شيء قال لك الأعراض، تمام، بعدين إيش أعطاك إياها صريح العبارة إنه هي عندها UTI، إيش الميكروب اللي مسبب ال UTI؟ هلأ بجوز هو لو بده صعب السؤال عليك بقول لك ما قال لك شو ال UTI، بيقول لك what is the most common infecting pathogen، بس ماشي الحال ما كملكاش for her UTI. انت بدك تكون عارف انه هاي الاعراض هي اعراض UTI، فالموست كومون ايجنت لل UTI اللي هو الاشيريشيا كولاي. اوكي، شوف الخيارات الثانية، اساسا هي بعيدة، الستريبتوكوكس، الستريب والستاف، هدولي عادة بيكونوا على مشاكل في الجلد بيعملوا، أو توبيكال. المايكوبكتيريوم تيبيوركلوسيس تبعت السل، none of them أكيد يعني مش رح يكون هذا هو الخيار، فبصفي عندك الإشيريشيا كولاي. أوكي، هي اللي بتسبب أو الموست كومون باثوجين فور يو تي آي. طيب نشوف الكيس اللي بعديها، السؤال 19. A 36 years old woman recently treated for leukemia. هي معها leukemia اللي هو سرطان الدم أو بيقولوا له بيضاد الدم. Is admitted to the hospital with malaise. يعني هي تعبان كتير. Chills and high fever. عندها حرارة. كونه في حرارة معناته في عنا التهاب. A gram stain of blood reveals the presence of gram negative bacilli. يعني في عندها بكتيريا وعرفوا انه هاي البكتيريا جرام نيجاتيف، بس ما حكولنا ايش هي بالضبط. The initial diagnosis is bacteremia. بكتيريميا يعني بكتيريا منتشرة في الدم. And a parenteral antibiotic is indicated. اوكي، بدنا نعطي مضاد حيوي. IV record of the patient revealed that she had severe articarial risk hypotension. في الهيستوري تبعها قالوا انه في عنا ارتكاريا، في حكة، في hypotension، respiratory difficulty، لما اخذت في الزمانات penicillin V about 6 months ago، قبل 6 تشهر أخذت إبرة بنسلين وصار عندها الأعراض هاي. الأعراض هاي اللي هي الأرتكاريا، الحكة، الهايبوتنشن، ديفيكولتي في الريسبيريشن، هدول كلياتهم أعراض تحسس، فبالتالي إذا هي عندها حساسية بنسلين. She's also on warfarin. هي برضو بتاخد warfarin for hypercoagulability state. state مش مكتوبة مظبوطة، ماشي الحال. The most appropriate drug regimen for empiric treatment is. إيش إحنا بدنا نعطيها الموست أبروبريت دراج؟ كونه هي عندها حساسية بنسلين، فما في مجال تعطيها أي دواء من البنسلينات. وقلنا احتمال اللي عنده حساسية بنسلين برضو يكون عنده حساسية إيش سيفالوسبورين، فبالتالي الأوجمنتين هون عم بيالله بيعطيك أسماء تجارية، ماشي الحال، فلازم تربط الاسم التجاري مع الاسم العلمي مع الكيس اللي إحنا بنحكي عنها. الأوجمنتين فيه بنسلين، أنا عم فيه بنسلين، هو أموكسيسيلين زائد كلافيولينيك أسيد، فإذا ما بيزبط معانا. بيناموكس هو الاسم التجاري للأموكسيسيلين، برضو ما بيزبط معانا. أوكي، يبقى أول خيار، ثاني خيار ما في مجال إنك تأخذهم. طيب في عنا سيكلور اللي هو
من السكند جينيريشن سيفالوسبورين، برضو قلنا اللي عنده حساسية بنسلين احتمال يكون عنده حساسية سيفالوسبورين، ما بدنا نعطي لا بنسلينات ولا سيفالوسبورينات، بنروح على الاشي الأأمن اللي هو المفروض الماكرولايدز الإريثرودار. طب ليه ما اخترنا الإريثرودار؟ إذا بترجع للقصة تبعتها هي إيش عم تاخد؟ قلنا بتاخد شي is also on warfarin، هي عم تاخد وارفارين، وقلنا في عنا drug-drug interaction ما بين الوارفارين وما بين الإريثروميسين، موجود عندكم بالكتاب إنه هو بيأثر على السيتوكروم B450، فبالتالي بيأثر على الأدوية اللي بتنهضم على هذا الإنزيم، فبالتالي بيأثر على الوارفارين. حاكي لكم إياها عند الماكرولايت، فما بيزبط ياخدوا الوارفارين، ما بيزبط يتاخد مع الماكرولايت. فإذا الإريثرودار من الماكرولايت أو الإريثروميسين من الماكرولايت ما بصير يتاخد، فالحل الأمثل إنه يتاخد الأفالوكس، وهو كويس للجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا. الأفالوكس اللي هو الموكسيفلوكسسين من الفورث جينيريشن فلورو كوينولونز برود سبيكترام واموره تمام. قلنا هذا مش مكتوب عندنا في الكتاب، قلنا لما رسمنا لكم الهرم قلنا اكتبوه، حكينا اسمه العلمي وحكينا اسمه التجاري، اوكي. فالخيار الامثل بيكون في هاي الحاله اللي هو الافالوكس. طيب السؤال رقم 20، ام بي سي هو اختصار لايش؟ مينيمم كونسنتريشن اوف دراج ويتش انهبيت ذا جروث اوف مايكرو اورجانيزم، هذه بتكون MIC مش MBC، مش تلفزيون تبع MBC. طيب MBC is the minimum concentration of drug which kill أو bacteriocidal، يا بقول لك kill يا بقول لك bacteriocidal of microorganism، فبيكون هذا هو الخيار. نتأكد من الباقي. maximum bacteriocidal concentration، طب ما هاي برضو بنقدر نختصرها MBC، بس احنا ما بدنا الماكسيمم. MBC هو تعريفه المينيمم، أقل تركيز قاتل للبكتيريا، مش أكتر تركيز قاتل للبكتيريا. انت بتقدر تاخد أكتر تركيز زي ما بدك، بس ساعتها بتوصل للتوكسيك ليفل. الإشي الصح أو الإشي اللي عادة الناس بيحسبوه أقل تركيز ويكون فعال قاتل للبكتيريا. والخيار الأخير none of them، أكيد مش هو ماشي الحال، فبيكون عنا الخيار B. هذا بالنسبة لأسئلة الامتحان تبعتنا، فأرجو أنه يكون إذا حدا عنده أي تساؤل أو تعارض في أفكاره بيّن معها. هيك بنكون خلصنا امتحان الفيرست، على خير لما نكمل كمان وحدتين بناخد إن شاء الله امتحان السكند. يعطيكم العافية.